معلش قبل ما اتكلم على الشناوي معاه كمان معانا طبعا الاهلي كيان اللي عملها الفنان الكبير فنان ايهاب توفيق. ايهاب توفيق طبعا. الو الو ازيك؟ السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. مبروك. الله يبارك فيك. يا احلى اغنيه بتحب تسمعها ايه غير الاغاني اللي انت غنيتها للاهلي؟ اكتر اغنيه بتحبها في حب الاهلي ايه بتحب تسمعها؟ كل غير اللي انت غنيته فنان يا كبير. الاغاني والهتافات والصيحات اللي كانوا بيعملوها الجمهور بتاع الاهلي في الثالثه شمال دول بصراحه يعني اغلب الماتشات اللي كنت بحضرها في الاستاد بتفرج على فرقه النادي الاهلي وهي بتلعب اي فرقه ثانيه اذا افريقيا ولا في الدوري ولا في الكاس كنت بعد اتفرج على الماتش وشويه بركز مع الناس اللي بتغني الهتافات بتاع الدرجه الثالثه شمال بصراحه كانوا بيعملوا جو مش طبيعي واغاني وهتافات بتهز كياننا كلنا وبتصحي الحجر لو الفرقه صح نازله ايه اللعيبه ما بيحصلش طبعا اللعيبه بتاعتها تبقى نازله مش في حالتها الطبيعيه وده نادرا لما بيحصل ولكن لما بيكون في حاله من الكسل او الهدوء كده عند الفرقه بتبص تلاقي الجمهور بيقلب الدنيا بيخلي الملعب كله بالجمهور باللعيبه بالناس كلها هتنزل تلعب في المباراه. صحيح. في حاجات كتيره قوي من الهتافات اللي كانت بتحصل من الجمهور الواحد بيحب يسمعها جدا جدا جدا. واحنا دايما حابينك معانا. لا واحنا كمان اولا بنرحب بيك طبعا الفنان الكبير ايهاب توفيق. الاهلاوي الجدع اهلاوي يعني انا عارف بنرحب بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي والبيت الكبير يا فنان يا كبير. اهلا وسهلا بيك والف الف مبروك لكل عشاق النادي الاهلي وكل اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره وكل الجماهير وكل اللعيبه على الفوز بالدوري 42 وعقبال ال 142 ان شاء الله. يا رب ومعانا نجم في حياتك انت وكابتن بركات. كابتن بركات ربنا يخليك يا مسي على بركاتك بقى حبيبي. طبعا يا عم ايهاب انا لو اعرف ان انا اما هبطل مش هشوفك كنت فضلت العب لحد دلوقتي بقى. هجيلك يا كابتن. يا عم انا قاعد في المعادي على طول يا عم ما تيجي ان شاء الله. خلاص بعد ما نخلص قول لي قاعد فين وهجيلك على طول. خلاص بقى علشان انت بجد وحشني جدا على فكره. عايز اقول لك على حاجه. احنا كان لينا الراجل ده راجل اهلاوي. لا ما ذكريات يعني بص كنا على طول رغي وكلام وضحك وكلام في احوال فرقه. اتكلم يعني نجم كبير بحجم ايهاب توفيق يعني هو مش مطالب ان هو يبقى موجود معاك. لا ده كان بيبقى موجود معاك في الاستاد هنا بيبقى موجود معاك بره مصر. والله حبا سافرت في النادي الاهلي رحت معاهم يعني بالمشوار سافر كتير سافر كتير اماكن كتيره والحمد لله في كل مكان كنت بروح فيه مع الفرقه كنا بنرجع بالبطوله على طول. كلام والله وشك حلو عليهم يعني وفي 98 حتى في بطولة أفريقيا 98 يعني أنت أول واحد استقبلتنا حتى على مستوى منتخب مصر مظبوط ومن الأوائل اللي شلت كأس أفريقيا يعني طبعا حبك للنادي الأهلي بركات بيقول لي الراجل ده يعني بيحب النادي الأهلي حب جداً. غير طبيعي جداً. يعني الحمد لله وفي زي كتير ملايين صحيح. من عشان النادي الأهلي في مصر وبره مصر طبعا في العالم بجد صحيح. طب يلا سمعنا صوتك بقى ونحتفل كده بس في السهره الخاصه دي معاك وسمعنا بصوتك بقى الاهلي كيان ادينا كده يعني يلا كوبليه يعني هخلي يعني لازم نسمع الاهلي كيان بقى بالتوزيع لا الاول بصوتك وبعد كده احنا نشغلها بعد كده نسمعها لايف دلوقتي ايش شغلوها بلاي باك لا استنوا يا جماعه استنوا نسمعها الاول بصوته وبعد كده نشغلها ايهاب عشان يعني بقى احسن ان احنا نسمعها ليه انت لا هو طبعا فنان ايهاب يعني بتاخد انت اكيد حضرت مباريات كتير فبتاخد احساس الكلام نفسه من الجماهير وخاصة الدرجة الثالثة لما بتكون قاعد جنبهم بتطلع بحاجات ممكن تعمل منها أغنية بتاخد إحساس معين رتم معين ممكن تاخد منه وتعمل بيه أغنية؟ طبعا حصل كتير في الهتافات والصيحات اللي كانوا بيعملها الجمهور كنا بناخد منها إفيهات ومقاطع وبنكتب عليها وبنبني عليها أغنية من الحاجات الحماسية اللي بيقولوها طبعا. اخرها كانت الاهلي كان الاهلي ده نادي كان جمهوره في كل مكان
ولحد اخر يوم في عمري هنطق اربع حروف اهلي 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 الاهلي ده نادي كيان الاهلي ده نادي كيان الله الله يا نجم حاجه محترمه جدا ويا رب بقى نفسنا كمان احنا انا كمان نفسي احضر بقى الاستاد يعني واروح يعني ربنا يعدي ازمه الكورونا دي بركات انت بتتكلم يا رب. سلاح كان بيعتمد على لعيبه النادي الاهلي ان هو اول ما مش اول ما بننزل ده واحنا ماشيين بالاتوبيس يا بركات كنا جمهور. بنشوف يعني بنشوف الناس بتبقى فوقيكم فوق العمود بتاع يعني طبعا يعني وطبعا يعني وكمان يعني انت عارف يعني احنا جمهورنا يعني حبنا وفي ضهرنا وانت مش محسن من الخساره كنا بنخسر بس كان بيدي كان بيقدر الامور ويتضايق جمهورك لو انت حاسس ان انت مقصر انما لو انت كويس وبتادي والنتيجه دي بتاعت ربنا وشايف ان انت عملت ما يزعلش منك صحيح. ممكن تيجي الماتش اللي بعده تعمله اجمد من الماتش اللي عملته وبرده ما تتوفقش وما تكسبش وبرده ما يزعلش منك كان يتضايقوا ويحسوا ان في تقصير انما واقفين في ظهرنا على طول كتير جدا 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 على روح الفريق والانتصارات اللي كانت بتحصل احنا كنا مشهور يعني مشهور عن فرقتنا ان احنا في اي لحظه ممكن نجيب جول من الاولى لغايه اخر ثانيه اخر دقيقه مش بالحظ ولكن بالاصرار وبالحماس وبروح الفانيلا اللعيبه وبالتشجيع بتاع الجمهور اللي كان بيبقى موجود انت قلت الله عليك يا اهلي مكان الله عليك يا سيدي بس انا عايزه اغنيه من اغانيك دلوقتي تقلبها برضو على الاهلي لان الله عليك يا اهلي انا سمعتها كتير قول لي بقى اغنيه كده تقلبها على الاهلي واحنا معاك دلوقتي على التليفون احلى منهم طبعا يلا يا احلى منهم يا اهلي يا فارق عنهم يا اهلي حلو. انت اللي فيهم يا اهلي وهم فينهم هم فينهم احلى منهم يا فارق عنهم يا اهلي بكم نقطة يا اهلي وهم فينهم لا بالرقم بقى بعدد النقاط الفارق قول لي لا كملها لي لا كملها لي هو فارق في جميع الاحوال النادي الاهلي دايما لا قول لي لا كملها لي بالرقم لا بالرقم احنا كده لا احنا هنفرق كتير قوي هنتكلم كتير هنتكلم 42 دوري و 138 بطوله و 9 افريقيا ان شاء الله وخمسه سوبر واربعه لا هنقعد نعد كتير قوي هو ده اللي كنت بتكلم فيه ايهاب يمكن في الانترو بتاعنا ان يعني النادي الاهلي نادي البطولات والارقام هي اللي بتتكلم يعني عدد ارقام كبير جدا احنا الحمد لله النادي الاهلي بيحقق ارقام قياسيه من اكبر مش على مستوى مصر ولا افريقيا ولا الوطن العربي بتتكلم على مستوى العالم فكل دوت دي ارقام هي اللي بتتكلم عننا احنا كنا الفرقه رقم واحد في عدد البطولات المحليه والافريقيه والعالميه بس دلوقتي عايزين نعوضها احنا بقينا الفرقه نمرة 2 تقريبا في العالم على مستوى العالم طبعا الفرقه نمره واحد يا جماعه كده دي حاجه تزعل عايزين نرجع نمره واحد عشان الاهلي دايما يبقى في المقدمه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله مش هنسيبك بقى غير لما تقول لنا الله عليك يا اهلي في الاخر نستغلك يعني الو الله عليك يا اهلي فرقتنا يا اهلي الله عليك يا اهلي بطولتنا يا اهلي وانا اللي بيك تاري انا وبعمر انا شاري انا بس انت بتداري والله عليك شرفتنا والف الف مبروك ألف مبروك لمرة تانية للنادي الأهلي وعقبال البطولات اللي جاية أكتر وأكتر إن شاء الله عايزين أفريقيا بقى مش يا رب. عايزينها إن شاء الله المحببة لينا كمان إن هي تبعد عننا أكتر من كده إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية يبقى فيه إصرار على إن أفريقيا ترجع لنا تاني بإذن الله هكلمك يا بوب وتعالى لي المعادي ماشي يا بركات إن شاء الله حبيبي شكرا جزيلا فنان الكبير إيهاب توفيق شكرا جزيلا